حياكم الله مجددا أيها المشاهدون الكرام. افتقدت الأمير طلال بن عبد العزيز الأمير الأحمر مثل ما كانوا أخوانه يسمونه وقت ما كان يعارضهم. ما أدري وين ديرته هالأيام، وهل هو طلق السعودية وما عاد يبي يرجع لها، ولا وش السالفة؟ سمعت إنه في اليونان، واسم الدولة ذي كأنه يجيب النحس، لأن الملك سعود كان منفي هناك لأكثر من 5 سنين إلين مات، وجابوه بطيارة إلى الرياض ودفنوه في مقبرة العود اللي مخصصة لآل سعود. الحين طلال صار له أكثر من سنة ونص وهو ساكت وهاجد، ما هي عادته يسكت، هذا كان دايم يشاغب ويقول إنه يبي إصلاح وتغيير سياسي وحقوق مرأة وغيره. هل تعتقدون الرجل هذا مريض ولا تعبان ولا زهقان ولا يائس من التغيير داخل العائلة، ولا خايف من سلمان وولده محمد اللي تحكموا بالدولة وأرعبوا الأمراء مثل ما أرعبوا الشعب؟ حتى ولد طلال، أقصد الوليد بن طلال، اللي كان يقول كلام سامبا في لاين كينج: I can't wait to be a king، يعني ما أقدر أنتظر حتى أصير ملك. Oh, I just can't wait to be king. الوليد بن طلال هاجد وخامد وما له حس بعد ما جاء سلمان للحكم وعطاه حمودي ذيك الصفعة على وجهه وألغى محطته الإخبارية السياسية العرب بعد كم ساعة من انطلاقها من البحرين. كان الوليد اللي عنده محطات كثيرة مثل روتانا وأخواتها، ويملك أسهم في فوكس نيوز الأمريكية، وعنده استثمارات مع الملياردير مردوخ، لكن الوليد كان يبي محطة بالعربي عشان تكون ذراعه السياسي، وجاك ولد سلمان وعطى ذيك الصفعة وسكرها له. ومن يومها صار مديرها الخاشقجي عاطل عن العمل، خاصة بعد ما منعوه قبل فترة قصيرة من الكتابة في جريدة الحياة. المهم ان الوليد يقولون تأدب هالمرة، لكن جماعة محمد بن سلمان يقولون لسه ما تأدب، ما زال في راس الوليد حب منطحا. وأبي أذكركم أن الأمير طلال وولده الوليد كانوا مأملين أن واحد من آل طلال يصير شيء في هالدولة. وقت ما كان الملك فهد مريض انتعش طلال وقام يصرح عن التغيير والإصلاح وغيره، والوليد بعد نفس الشيء اشتغل على القبائل ما غير يوزع شنط فلوس رايحة وشنط جاية، وقام الوليد يلف على كل القبائل ويوزع فلوس حتى يصير ولي عهد مثل ما دافع أبوه طلال عنه، وقال ولدي له الحق أن يرشح نفسه ولي عهد. الأمير سلمان وقتها كان أمير الرياض، وتعرفون أن سلمان ماسك ملفات العائلة المالكة كل أبوها ذكر وأنثى، فلوسهم ومخصصاتهم أراضيهم أزواجهم زوجاتهم جوازاتهم وهواشهم حتى وفضايحهم، كل هذا سلمان مسؤول عنه، وكل واحد أمير أو أميرة عنده ملف. ويوم إن سلمان شاف الوليد كبر راسه وقام يلعب بذيله ويوزع فلوس قال أوريكم شغله، وطلع له فيديو يفضحه فيه ويشوه سمعته الشينة. الفيديو معروف ومنشور على اليوتيوب. Oh,
حبة بين قلبي وقلبه يا رسول المحبة بين قلبي وقلبه لو جرحني حبيبي لو جرحني حبيبي لو جرحني حبيبي لو جرحني كانت هذه تعتبر أول قرصة إذن من سلمان للوليد، لكن بعض المواطنين يسألون ليه الأمراء ما يحسون ويعترضون على سلمان ولده حمودي اللي عنده ملفات سوداء ماسكها سلمان ولده، يخاف يرفع راسه عشان كذا الجميع ساكت وصامت. الأمير طلال زعل على عبد الله يوم أنها عين نايف ولي عهد، وزعل عليه يوم عين سلمان ولي عهد، وبعد كذا زعل على سلمان نفسه يوم سلمان صار ملك وعين سلمان ولده ولي عهد. تقريبا آخر ما كتبه الأمير طلال أبو الوليد في حسابه في تويتر هو أن لا سمع ولا طاعة لسلمان ولا لولده. قال بالنص: فوجئت عند نهاية العهد ما قبل الحالي، وهذا العهد بقرارات ارتجالية أعتقد أنها لا تتفق مع شريعتنا الإسلامية ولا أنظمة الدولة، وسبق لي أن ذكرت أنه لا سمع ولا طاعة، وبالتالي لا بيع لمن خالف هذا وذاك. وطالب طلال بالعودة إلى هيئة البيعة من جديد اللي كانت مجرد ديكور، وقال بعد إن تعيين سلمان ولي عهد وبعدين ملك وتعيين ولد نايف وولد سلمان كولي عهد وولي عهد هذا كله مخالف لنظام البيعة، وهذا نظام البيعة بنظر طلال أفضل المتاح. ورجع طلال وقال بالنص: إنني أكرر أنه لا سمع ولا طاعة لأي شخص يأتي في هذه المناصب العليا مخالف لمبادئ الشريعة ونصوصها وأنظمة الدولة التي أقسمنا على الطاعة لها. بعد كذا ترك طلال البلد وراح لليونان، ولده الوليد هجد. وأما أخت الوليد اللي اسمها سارة فهربت إلى لندن وقدمت على لجوء سياسي هي وتسلابها الثلاثة، اللي نسمع الآن أن السعود ضبطوا أمورها هي وتسلابتها. سلمان والأمراء عامة يدرون أن طلال وعياله مشاغبين وأنهم يبون حصتهم من ملك أبوهم عبد العزيز وأنهم ما راح يسكتون. الوليد حاول أنه يهادن شوي وقام يدافع عن الحكومة وهاجم ترامب مثل ما قلت لكم من قبل، لكن عادت حليمة لعادتها القديمة. قبل فترة بسيطة رجع الوليد وكتب مقال في موقع شركته شركة المملكة تحت عنوان حان الوقت لتقود المرأة سيارتها. يقول فيه: لازم المرأة السعودية تسوق، وإن اللي بيدها الأمر ما هم المشايخ، الأمر كله بيد السلطة السياسية. الحب الظاهر اللي في رأس الوليد ما بعد انطحن، وهو خايف على برج المملكة واستثماراته انها تضيع ويجي حمودي ويسطو عليها. ترى حمودي عينه على الفلوس وعلى الشركة، واذا ما تهجد يا وليد راح تضيع مثل ما ضاعت شركة بن لادن وسعودي وجيه. وإلى حلقة أخرى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا غانم أترككم في رعاية الله.